رجل كان يصلي في الليل لا يوجد أحد يصلي وحده. نعم. وهو يصلي وجد نور قوي يخرج من جهة القبلة. ثم رأى شيئا فقال له يا عبدي فلان, سمى باسم هذا الذي يصلي, قال أنت فلان عبدي, إنني أنا ربك. بصق في وجهه قال اخسأ عدو الله, أنت شيطان. نعم. المسلم يعلم أنه لن يرى الله في الدنيا رؤية الله, نسأل الله من فضله يوم القيامة وفي الجنة. عندنا بعض الناس يقول أن تنزل عليه الملائكة, ينزل عليه جبريل بالوحي, كافر كفر أكبر. سنوين ساسن مبين جن ميتشيت فوي تونغتامني جبريل سنوين تونغتام جبريل زان بارن ديا كفر سنوين في كمينا تبالوس بالاتان سنوين تونغام جبريل زان ميتون جلين بفمنانين بار. هل يمكن أن ينزل جبريل عليه السلام بالوحي على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مو في بوسيبل بارن جبريل تونغا تونجا فامنانينا عن كوتشن رسول عورين رسول صلى الله عليه وسلم. هذا كفر اكبر. زاني بارن ديفشي كومينا لي بيم تبوغا سبحانه وتعالى. رجل من الناس. لله يا من رول بين بارن. كان في المسجد. زانويا ماتي المسجد. في الذكر. زانويا مناوين تيكي ذكر. لكن ذكر ليس شرعي. زانويا تي ذكر زاي كين في الاسلام كون بارن. لا يوجد عندنا الله الله الله, لا يوجد. يوجد عندنا لا إله إلا الله, استغفر الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان يقول الله الله هكذا ويرقص. نعم. فكان رجل في الخارج قال يا فلان, يقول من؟ يقول اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال كذاب. هذا كفر. زين كفر بار زين في كمينا بار في عزمته. يظن أن الذي جاء جبريل عليه السلام. زين ميتشيت زين في وراء عزمته بار جبريل.